هم لازما يعني الاصول في تعويض للمتضررين من الكهرباء، لانه تضرروا كثير العالم. في ناس يعني هسه في محلات تجاريه في عندها اغراض، ثلاجات، مجمدات الى اخره، حتى البيوت يعني نفس الشيء. فالمواطن كثير تضرر، في مواطنين كثير يعني كهرباء 4 ايام وخمس ايام لسه ما واصله، فلازم يكون في تعويض من الحكومه. مش غلط، لازم اذا كان في شيء مثلا يستحق التعويض الناس اللي تضررت او شيء، ليش ما يتحول للقضاء؟ القضاء منصف بالاخر بيحكم سواء كان لصالح الكهرباء او لصالح المتضررين. يعني التعويض هسه مش عليهم اصلا، هو الجو من ربنا، وبدنا نحكم على العالم من ربنا، اي شيء من ربنا واجا. بشجع انه يتم تحويلها، ان شاء الله يكون في فايده، بس لانه بتعرف يعني قبل مده انقطعت الكهرباء عن المملكه يوم كامل، ما يعني ما توصلنا نتيجه مين السبب، يعني السبب كان مبهم مش معروف يعني. فكنا نتمنى انه يعني كنا نعرف السبب، وهاي المره كمان يعني نتمنى انه يعوضوا الناس، خاصه اللي ضرروا المحلات، المصانع، البيوت. يعني 4 ايام قرايب لي 4 ايام بالضبط الكهرباء قاطع عنهم، وكبار بالعمر فوق 70. هسه احنا بالنسبه لنا يعني بمنطقتنا احنا ما انقطع عنا الا النت، الكهرباء ما انقطعت. يعني النت احنا قعدنا 3 ايام بدون نت. طب بني ادم قاعد بدون نت كيف اللي عايشين بدون كهرباء؟ يعني احنا بدون نت اقسم بالله تعذبنا ولا كنا عايشين. يعني احنا تعودنا، شعب تعود على التلفون، يعني صار ادمان. الواحد يحط التلفون يعمل تن بمسكه تلاقي ايش التهى فيه، فهمت؟ بس يعني المفروض انهم يعوضوهم لانه بصراحه تعذبوا. المفروض انه يتحول للقضاء ويتحمل كل واحد مسؤوليته، ومفروض كمان انه اللي ناس اللي انقطعت عنهم الكهرباء هذولا ما يدفع فواتير الشهر هذا، سواء كان عنهم او عن غيرهم، لانه الكهرباء هي اصلا ما بيقدر يستغنى عنها الواحد يعني.